السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديكور مع أم عمران، ومرحبا بجدادات اللي انضموا لقناتي. وكنقول لكم هذه قناتكم أنتم قبل ما تكون قناتي أنا. فالفكرة ديال اليوم كتهم الأمهات اللي كيعانيوا بزاف من الكركبة ديال الألعاب ديال الأطفال، فلذلك أنا جبت لهم هذه الفكرة اللي كتعتبر الحل المثالي للألعاب، وهي منظمة جميلة في الشكل وعملية في الطريقة. فغادي نحتاجو هنايا الكرتون، يعني هو العنصر الأساسي في هذا العمل. فغادي نقصو جوج ديال الأقراص من الكرتونات، القطر ديال القرص الأول 34 سنتيم والثاني 37 سنتيم، وغادي يكون عندي من كل قرص 2 باش غادي ندوبلهم. أما بالنسبة للكرتون اللي غادي يكون هو المحيط، غادي يكون الطول ديالو 111، يعني 111 سنتيم، ونصف متر في العرض، يعني 50 سنتيم. فهنايا كما كيبان لكم في الصورة، غادي ناخد القرص الأول وغادي نشوف يعني هادوك الخطوط، يعني فين كيكون الطويات. غادي نديرهم، غادي نلصق وحدة على وحدة بالعكس، يعني باش ما يبقاش يتحرك معايا ويبقى يتعوج. فغادي ناخد يعني القرص الاول ونلصق فوق القرص الثاني بالعكس ديال الخطوط اللي كيكونوا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني وما نكونش دوختكم في الطريقه. فهنايا غادي نوضع الغراء في جانب، ومن بعد غادي نكمل يعني التثبيت في الجانب الثاني. وتبتو يعني من احسن انا نوضع واحد الكميه كبيره من الغراء باش يعني تلصق مزيان. فهنا كما لاحظتوا انا كنثبت يعني بواسطة مسطرة الشمع، هو أحسن يعني حاجة باش يعني تلصقي هذا الورق أو الكرتون، هو مسطرة الشمع، لأنه ما كيكونش فيه الماء وما كيفسكش الكرتون، وفي نفس الوقت سريع باش ينشف، أحسن من غراء ديال الخشب أو يعني شي غراء واحد آخر. فهذا هو أحسن يعني غراء. كما شاهدتوا انا لصقت القرص الاول، فغادي نوضع يعني الغراء في جانب ديال هذاك المستطيل، وغادي نبدي نوضع القرص ونخليه يعني حتى يلصق مزيان، عاد ندور باش يثبت وما يبقاش يضر، لان يعني حتى نحسب لانه صافي نشف الغراء، وعاد نزيد ندور. فكما لاحظتوا الطريقه ما تحتاج يعني شرح كبير، فكل شيء واضح، ونخليكم تستمتعوا مع الصور والموسيقى الهادئه. فهنا بعد ما كملت يعني دورت هذا الطرف ديال الكرتون على هذاك القرص، خليت كنت قلت لكم في العبار 111 سنتيم، ف 10 سنتيم كانت هي العبار يعني اللي يدور على المحيط ديال القرص، واحد سنتيم كان هو لهذا الطرف اللي غادي يثبت لنا باش يجي الشكل ديالو يعني يقابض مزيان وفيني. فهنايا بعد ما ساليت يعني من الغراء من برا، حاولت انني نوضع قليل من الغراء من داخل باش يكون محكم يعني الاغلاق. فكما لاحظتوا انا خديت واحد الثوب، وهذا الثوب صراحه انا كنت خديته من مرجان، واحد الثوب ديال غشاء ديال السايد اولا المخدات باش يفهمونا يعني اخواننا العرب. فهذا موجود بمرجان وبثمن زهيد جدا، الثمن ديالو ما كيتعداش 7 دراهم. فيه بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان، لا يعني بالنسبه للفتيات ولا الاولاد ولا بالنسبه للناس البالغين. فهو الشكل ديالو يعني خديته على حساب عند الابن ديالي، واحد الطبي كيلعب عليه يعني بالالعاب ديال السيارات، فيه نفس الديزاين اللي موجود في هذا الثوب ديال السيارات الطرق وهذاك الشيء. المهم غادي يبان لكم الشكل في اخر فيديو يعني اللي كنهضر. فهنايا ثبت اولا يعني الجانب الاول، ودورت يعني الثوب
وخليت هذيك البلاصه اللي كانت يعني متنيه ومجميه اصلا من البدايه، يعني قبل ما نسكر فلصقتها باش يبان بانها مخيطه. وكما لاحظتوا يعني ما استعملت لا ماشينات الخياطه ولا كان مزيل الشمع كافي. فهنايا غادي نستعملوا نفس الطريقه اللي استعملناها يعني باش نثبتوا القرص الثاني اللي غادي يكون عباره عن غطاء، وغادي نغلفوه ببقايا الثوب اللي بقات لنا من هذا من الثوب ديال المخده. فهنايا بعد ما ثبتوا غادي نغلفوا، وطريقه سهله واضحه غادي نخليكم مع الصور. فاستمتعوا وما تنساوش انكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، وتزوروا يعني الفيديوهات اللي قدام فهما ايضا يعني فيهم افكار جميله تقدر تعجبكم. ففرجه ممتعه. بعد ما نسالي هذا التثبيت غادي ندرك هذا الديفو ديال الكارطون بواحد نوع اخر من الكارطون تاع الكالندري اللي هو رقيق. غادي نغلفه بثوب يعني اخر يكون العرض ديال الطول ديال القطر ديالو 34 سنتيم. فغادي نكمل الطريقه وشاهدوا معايا الصور انه كل شيء واضح. فهنايا بعد ما ثبتنا هذاك على الغطاء فاش الشكل ديالو يعني زوين والاخر، اما دابا غادي ناخذ هاد الثوب اللي غادي نغلفو به يعني الداخل ديال هاد المنظمه. فخديت واحد القرص من الثوب اللي هو عنده نفس العبار ديال هذاك القرص الصغير اللي 4 طول ديال القطر ديالو 34 سنتيم، والثوب اللي المقاييس ديالو نفس المقاييس ديال الكارطون متر و 11 سنتيم على نص متر. فجمعتهم بجوج وخيطتهم وجاءوا على هذا الشكل. دابا غادي ندخلهم لبلاصتهم باش يجيو يعني باش نقدروا ما بغيتش نثبتهم يعني هما بالغراء ولا بشي حاجه، حيت ملي كيتوسخوا نقدر نولي نزولو نغسلو ونولي نرجع. فممكن انني نستعمل هاد المنظمه للالعاب، وممكن انني نوضع فيها كذلك الملابس ديالهم او الاغطية الصغيرة ديالهم، فلك كامل الحرية. اما انا فكنعاني بزاف من الالعاب ديال الاطفال، فلذلك كان هذا هو الحل اللي يعني مناسب. فبعد ما ساليت ممكن انك توضعي هذا السيارات او الصغيرة ك يعني مقبط لهذا الغطاء. انا وضعت صراحة هاد السيارة ولكن بعد وليت زولتها، ما يعني ما كنتش راضية تماما على الشكل ديالها. غادي تظهر معكم يعني انني بلا غادي نولي نحيدها وغادي نولي ناخد يعني طريقة اخرى وغادي تشوفوها معايا. كما كتلاحظوا انا وضعت هاد الاشرطة اللي كناخدهم من الحقائب ديال يعني محفظات ديال الاطفال او الاكياس يعني ديال المحلات الكبرى، وكنخبعهم يعني كينفعوني. فهنايا بعد ما ثبتهم يعني في الاطراف ديال القرص بقى لي بعض البقايا، فاستعملتهم يعني كمقبط يعني في مكان ديك السياره اللي وضعت، وفي جوانب ديال الحافظه يعني المنظمه كما غادي تظهر معكم في الشكل النهائي. فهنايا يعني الطريقه باينه والصور شرحانه نفسها. اخيرا كانت هذه هي النتيجه. كنتمنى انها تكون عجبتكم ونالت استحسان.
ارسالكم. اذا عجبتكم النتيجة كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر زر الاشتراك وعلى اللايك وتعطوني تعليقات ورأيكم بهذا العمل. وكما قلت لكم يعني هذاك الديزاين اللي موجود في هذا المنظمة اللي خدمت هو نفسه ذاك الطابي اللي قلت لكم انه موجود عند يعني كلاه فيه الابن ديالي يعني بالسيارات الصغار. فكان نخليكم مع الصور وكنضرب لكم موعد اخر في اقرب وقت ممكن. والى اللقاء.